رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات وانطلقت أفراس الإنتاج السعودي عمر 3 سنوات فأكثر، والتي فازت من سباق ولغاية 3 سباقات تتنافس على مسافة 2000 متر على جائزة عبد الله بن علي بن خليزان من أهالي الرياض يرحمه الله، واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. والتنافس في هذه اللحظات يجمع بريق الكاس وأيضا صدفة وأيضا يجمع ظبية نجد، تنافس ثلاثي فيما تتقدم في هذه الأثناء بريق الكاس في المقدمة ظبية نجد للمركز الثاني فيما صدفة للمركز الثالث، وأشاهد ترقب تكريم في المركز الرابع وبقية الأفراس المتنافسة في هذا الشوط. تنافس ثلاثي صدفة الآن للمركز الثاني، ولازال المركز الأول مع بريق الكاس في متراجع في هذه اللحظات. ظبية نجد لازالت إذن بريق الكاس تحافظ على الصدارة بفارق نصف طول تقريبا عن أقرب المنافسين صدفة، وفي هذه الأثناء تتقدم ظبية نجد وبعزم خيالها عبد الله الشريمة للمركز الثالث تقدم. إذن لازالت المركز الأول بريق الكاس فيما تنافس صدفة للمركز الثاني. أشاهد تقدم الآن من تكريم للمركز الرابع، التقدم الآن موجود من رقم 4 والها للمركز الثالث الرابع من الداخل، والتنافس الذي يجمع الأفراس المنتجة محليا. إذن تقدم من تكريم من الخارج مع دخول الأفراس للمنعطف الأخير والخط المستقيم، يشتد التنافس في هذه الأثناء وتبدأ لحظات الحسم فيما تكريم تتجاوز للمركز الثاني. التنافس الآن يأتي من رجوى الباري التي تحافظ وتتقدم للمركز الأول، رجوى الباري مسافة 2000 متر، رجوى الباري في المقدمة وتستطيع أن تنهي هذا الشوط. إذن رجوى الباري بقيادة عبد الله سعيد تنهي شوط 2000 متر.